بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوان في مقطع جديد من مقاطع القناة. الحمد لله إخوان، اليوم زي ما أنتم شايفين وصلنا عدد 500 مشترك ولله الحمد. يعني الحمد لله الأسبوع الماضي خلال أسبوع واحد كان عندنا 400 مشترك زي ما أنتم شايفين. قبل أسبوع من الآن كان عندنا 400 مشترك، والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى ثم مجهوداتكم قدرنا نوصل 500 مشترك ولله الحمد. وهذه أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى أن عندي متابعين يدعموني بشكل مستمر، فالله يعطيكم العافية يا أخوان على دعمكم المستمر وعلى مجهوداتكم اللي تبذلوها عندي في القناة. فمن الآن أقول لكم يا أخوان الشيء اللي أنتم تسوونه والله العظيم أنه واضح وملموس، وزي ما وعدتكم أنا بإذن الله عز وجل إني راح أحاول أرفع من مستوى القناة بشكل مستمر، سواء بالمحتويات أو بالأشياء والأفكار والاقتراحات اللي أخذها منكم وأحاول أني أطورها وأني أتعلمها منكم وأحاول أني أوضعها عندي في القناة. تمام؟ طبعا يا إخوان في بعض الأشياء راح أتطرق لها سواء قديمة أو أنها مخططات قادمة بإذن الله عز وجل. فمن الأشياء القديمة يا إخوان، سوينا الأسبوع الماضي تصويت عن لعبة وورفريم، كان اختيار بين حاجتين اللي هي الأولى البطاقات الموجودة في لعبة وورفريم، الثانية اللي هي الشجرة التعليمية الخاصة بالولد، وأنا أعترف أني أخطأت أني حطيت الشجرة التعليمية من ضمن التصويت، هاونت فيها في البداية، توقعت أني أقدر أشرحها، فكان أكثر التصويتات كانت خاصة بالشجرة التعليمية. بالفعل أنا كنت مستعد لطرح المعلومات الخاصة فيها، لكن لما جيت أبدأ الشرح الخاص فيها أو السلسلة التعليمية الخاصة فيها لقيت أني أكثر الشجرات التعليمية عندي ما هي ماكس، فهذا هو السبب اللي خلاني أتأخر. ولو تلاحظوا الأسبوع الماضي الناس اللي يعرفوني وتواصلوا معي في لعبة وورفريم كل ما يكلموني أقول لهم أنا أفرم على الفوكس، أنا أفرم على الفوكس، ما فضيت نهائيا. ليش؟ لأني بحاول أقفل أكبر قدر من الشجرة التعليمية عندي عشان أقدر أبدأ في السلسلة الخاصة بالشجرة التعليمية لتدريب الولد الموجود في لعبة وورفريم. فهذا هو يا شباب السبب اللي خلاني أتأخر في بداية السلسلة الخاصة بالشجرة التعليمية، وانتم كلكم عارفين انها اساسا تفريمها مزعج ومتعب، وانا صراحة ما ابغى اشرحها الا على شيء يكون بين ومعلومات تكون دقيقة وواضحة، ما بقدر اشرح لكم على شيء اسمع من شخص معين او اني اخذها من مقطع معين ممكن انها ما تكون صحيحة. فهذا هو السبب اللي خلاني أتأخر في الشجرة التعليمية الخاصة بالولد. فبالتالي حبيت اني استثمر الوقت وبدأت في البطاقات عشان أدعم فيها الناس اللي يستفسروا عن البطاقات، وثاني شيء أنتهي من هذه المرحلة عشان أقدر أستعد للمرحلة القادمة. طيب أنا يا إخوان أكون معكم صادق، الشجرة التعليمية كلكم عارفين أنها متعبة وأنا أولكم تعبت فيها وأنا اللي في 25، فأكيد أنكم تتعبوا أكثر مني. فأنا أطلب منكم الآن زيادة أسبوع بإذن الله، حاول أقفل أكثر شيء أقدر أقفله خلال الأسبوع هذا، بعدين بعد أسبوع سواء أني قفلتها أو أني ما قفلتها أوعدكم وعد أني راح أبدأ في الشجرة التعليمية سواء قفلتها عندي كاملة أو ما قفلتها، فأعطوني مهلة كمان أسبوع وبإذن الله مالكم إلا طيبة الخاطر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلال الأسبوع هذا في مخططات راح نبدأ فيها بإذن الله عز وجل، طبعا بأفكاركم واقتراحاتكم بعد الله سبحانه وتعالى. أولا يا أخوان كثير منكم كلموني قالوا أصحابي جديدين خشوا اللعبة، أصحابي جديدين خشوا اللعبة اللي هي أقصد يا أخوان لعبة وورفريم. تمام؟ فكلهم يسألون يستفسرون يعطوني اقتراحات يضيفوني ويسألوا، فما كان عندي مجال كثير أني أعطيهم الإجابات اللي تريحهم. فخلال هذا الأسبوع بما أني راح أفرم على الفوكس راح أبدأ بسلسلة جديدة للمبتدئين والناس المتقدمين، تمام، بحيث أني أفيد الكل وفي نفس الوقت أحاول أغطي أكبر نسبة من لعبة وورفريم، لأنكم عارفين الآن عندي القناة تقريبا غطت ما يقارب 62% أتوقع من نسبة المعلومات الخاصة بلعبة وورفريم. صحيح أن اللعبة دسمة جدا وتحتاج الكثير، لكن زي ما أنتم شايفين أنا أبذل مجهود أني أحاول أتطرق لجميع الأشياء الموجودة فيها، وأنتم كلكم عارفين وشايفين الوضع اللي أنا عايش صراحة. فالحمد لله الحين راح نبدأ بسلسلة جديدة. فأنا من الآن أقول لك إذا كان عندك ناس متحمسين يلعبوا وورفريم جيبهم خلال الأسبوع الجاي، راح تشوف أشياء تعجبك أنت وجميع أصحابك اللي راح يدخلوا اللعبة بإذن الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا إخوان اللي راح نتطرق لها بإذن الله هي الخطوات القادمة في القناة. طبعا يا إخوان من الاقتراحات اللي وصلتني منكم بعد الله سبحانه وتعالى اللي هي المطالبة بالبث المباشر. كلكم العب يا عصار بث مباشر، سوي بث مباشر، نبغى بث مباشر إلى آخره، بث 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 إلى آخره. فالآن هذه من الخطوات المخطط لها بإذن الله عز وجل. راح نبدأ نحدد يوم بإذن الله عز وجل يكون بث مباشر، إذا كان عندي الاتصال ممتاز راح يكون لعب مباشر بيني وبينكم، وثاني شيء إذا كان ما في عندي اتصال كويس لا بيكون
التواصل بيني وبينكم زي اللي اليوم سوينا اليوم بعد صلاة الفجر، كان في نوع من التواصل بيني وبعض المتابعين عندي في القناة، كان في سوينا بث مباشر تجريبي للفحص فقط، فكان في تفاعل ممتاز، تعرفنا على بعض أكثر، تواصلنا مع بعض بشكل أفضل، فكانت صراحة خطوة ممتازة جدا بحيث أني أتعرف عليكم أكثر وتتعرفوا على بعض أكثر، فهذا شيء ممتاز جدا. فبإذن الله راح نعتمد من اليوم رايح، راح أحدد يوم في الأسبوع للبث المباشر، وراح أحدده في الصفحة الرئيسية هنا يا أخوان، يعني ممكن أحط هنا ممكن هنا، المهم راح أعلن عنه في الصفحة الرئيسية عندي أن اليوم الفلاني راح يكون في بث مباشر من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وراح أحرص في الوقت الخاص بالبث المباشر أنه ما يكون في نفس الوقت اللي نقاتل فيها العملاق أيدولن، فراح أختار وقت مناسب بحيث أنه الناس اللي تبغى تصيد العملاق ما يتعبوا، وثاني شيء ما يروح عليهم البث المباشر، يقدروا يتفاعلوا معنا بإذن الله عز وجل ويحضروا البث بالشكل المناسب. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والأخيرة يا أخوان، أنه تفاعلكم كان ممتاز في تغيير الألعاب. طبعا الألعاب احنا زي ما قلنا كالعادة بتكون كتغيير الجو فقط، لكن ما بتكون هي اللعبة الرئيسية، لأن لعبة وارفريم لعبة دسمة جدا ومستحيل نغطيها بالشكل السريع هذا، لكن تفاعلكم كان ممتاز صراحة في المطالبة بتغيير الألعاب. اخترنا أكثر من لعبة طرحناها خلال الأسبوع هذا وكان في تفاعل ممتاز، البعض يقول لا نبغى نكمل على وارفريم، والبعض يقول لا نبغى نغير، فأنا حاول أن أرضي الطرفين عشان ما يكون في نوع من المضايقات للكل، لكن بإذن الله زي ما قلت راح نحاول نحن نغطي وارفريم كالعادة، ونحاول نحن نرضي الناس اللي يطالبوا بالتغيير عشان يكون في نوع من تغيير الجو عندهم. ليش؟ لأنه الملل ما يصلح أنك تكون يوميا على اللعبة نفسها، حتى أنا بنفسي أغير صراحة. فهذه من الخطوات بإذن الله راح تكون قادمة. وآخر معلومة وآخر إضافة للناس اللي كبار في السن ويطالبوني بالألعاب للأطفال، يعني عنده طفل يبغى يشوف له ألعاب مناسبة بحيث أنها تكون تربوية وتكون هادفة وما تكون فيها إساءة على المجتمع، ففي ألعاب كثيرة تنفع الأطفال الصغار هذا، لكن ممكن ننزل في كل أسبوعين مرة، يعني ما بنخلي القناة كلها للأطفال، لكن بإذن الله عشان بس تكونوا راضين راح ننزل يعني كل أسبوعين مثلا لعبة للأطفال زي كذا، بحيث ان احنا نعطيهم شيء يسليهم، وثاني شيء تكون لعبه هادفه ما فيها اي سلبيات على المجتمع باذن الله عز وجل. طبعا يا اخوان انا عارف اني طولت عليكم في الكلام، هذه تقريبا هي اهم الاشياء اللي راح نتطرق لها باذن الله عز وجل. بالنسبه للناس الجدد اللي عندنا في القناه، لا تنسوا يا اخوان تمروا على قوائم التشغيل هنا، لازم تدخل قوائم التشغيل، قوائم التشغيل فيها معلومات مهمه جدا اذا كنت من عشاق لعبه وور فريم، فقوائم التشغيل لازم تدخلها، لازم تشوف المحتويات اللي فيها، ونرحب فيكم عندنا في القناة وبإذن الله راح تشوفوا عندنا أشياء ممتازة جدا. هذا اللي كان عندي يا إخوان، وأسف على الإطالة، وسلامتكم، مع السلامة.